في زي ما يسموه كده عيد كل أحد، لأن الأحد في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية هو عيد في الكنيسة. فنتلاقى مع بعض في كلمة ربنا ونتعلم، ربما نتعلم ما يسمى السبل القديمة كما سترى. وجودنا قدام الكتاب المقدس بيخلينا يحصل لنا نوع من استنارة، يقول مستنير عيون أذهانكم لتفهموا، مستنير عيون أذهانكم. وقال تلميذي عمواس، قالوا كده ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا حين كان يكلمنا؟ قلبنا ملتهب عشان كان بيكلمنا، ويا بخت الشخص اللي ربنا بيكلمه. وإن كنت تريد أن الله يحدثك اقرأ كلمة الله. النهاردة عندنا موضوع شائك جدا وبيعرض كثيرا على الكنيسة، والكنيسة مهمومة به، وياخد وقت من الآباء، وقت من الأسر والعائلات. فأرجو أن ربنا يديني نعمة أن أنا أكون بوضح شوية حاجات النهاردة لفائدة السامعين والحاضرين. هقرا النص تاني اللي بناخد ما يسمى وصايا عملية في عبرانيين 13. يقول لتثبت المحبة الأخوية لا تنسوا إضافة الغرباء، لأن بها أضاف أناس ملائكة وهم لا يدرون. اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. موضوعنا النهاردة ليكن الزواج مكرما عند كل واحد والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزنات فسيدينهم الله. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بالإنسان. اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد، مجدا للثالوث القدوس إلهنا. كما تعلمنا وتعودنا إنه التعاليم المسيحية حبة مغايرة تماما عن منطق العالم، وهناك ما يسمى رئيس هذا العالم ضد مشروع كبير عمل الله في البداية منذ أكثر من 7000 سنة. والله عمل مشروع ومازال الشيطان يخرب هذا المشروع، وهذا المشروع الإلهي اللي الله حطه قدام البشر هو اسمه الزواج. والزواج ليس اختراع بشري، كما أن أجهزة جسمك ما انت تعرفش تخترعها، كمان الزواج مش اختراعها. وأي حركات من البشر ناحية الزواج قد أفسدوه، وأي طيارات علمية مرات دخلت في الزواج أفسدته، وأي تدخل من أي نوع في الإطار اللي الله حطه في الزواج إحنا اللي بنجني ثمره اليوم. وإن كنتم تريدون أن تتعرفوا على نسبة الطلاق في أمريكا، هي نسبة 50%. ما رأيكم؟ لأنهم اخترعوا سبل جديدة. عشان كده لو أنا بكلمك النهاردة عن حاجة قديمة اسمه مشروع الزواج، هذا المشروع هو قديم، مش بتاعنا، مش بتاع دلوقتي، الله حطه من زمان، يعني مش بتاعك، مالكش إنك تدخل فيه. عايز تحدثه، مالوش نسخة تحديث يا أحب، هي نسخة واحدة الله حطها والناس بيستخدموها. أي تحديث للزواج هو إفساد للزواج، لدرجة أنه أنا حابب أن أنا أقول أن أنا موضة قديمة، وأفتخر أن أنا موضة قديمة. وهذا من كلمة الله في سفر إرميا، يقول لنا في سفر إرميا أنك روح للقديم. وعلى المستوى الشخصي بحب الحاجات القديمة، فبيقول كده في إرميا 6 حاجة جميلة، يقول هكذا قال الرب،
قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القديمة، أين هو الطريق الصالح؟ لما تقول تسأل كده أنت في عصر حديث، تسأل فين السبل القديمة، فين الطريق الصالح، وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم. ولكنهم قالوا لا نسير فيه. لماذا الزواج اليوم يا أحبة واخد شكل وحش جدا وبيخض ناس كثيرة، وكثيرون عزفوا عن الزواج لأنهم قالوا لا نسير فيه. أقمت عليكم رقباء قائلين اصغوا لصوت البوق، فقالوا لا نصغي. لذلك اسمعوا يا أيها الشعوب واعرفي أيتها الجماعة ما هو بينهم. اسمع أيتها الأرض، ها أنا جالب شرا على هذا الشعب ثمر أفكارهم. اسألوا عن السبل القديمة، يعني تقول لما يجي واحد عايز يتجوز يقول له اتجوز ازاي، يقول له حبيبي الجواز هو بالطريقة دي. ما هي الطريقة دي؟ الطريقة القديمة. أي طريقة حديثة للزواج قد أفسدته. ما رأيك في أمريكا العظمى، الدولة التي تتحكم بورقة خضرة الدولار في كل العالم، هي أفسدت الزواج. فاسألوا عن السبل القديمة، اسألوا عن السبل القديمة. يعني يجي واحد يقول لك احنا نتجوز ازاي الجواز حديثة، يقول له لا مفيش حاجة اسمها جواز حديثة، هي جواز هو قديم قوي، مشروع قديم. اسألوا عن السبل القديمة. والشيطان يعلم تماما أن تدخله بيفسد خلايا الكنيسة، زي ما أنتوا حاضرين قصادي وعددكم كبير، كل واحد منكم خلية، الخلية دي مش لازم يضرب كل الناس، يضربها خلية خلية، وأفسد الكنيسة أو العائلات اللي في الكنيسة بسبب الزواج. عشان كده الرسول بولس بيقول لنا ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. وكلمة الإكرام دي خاصة، يقول اكرموا الله، يعني إكرام لله نفسه أنك تكرم الزواج أو طريقة الزواج. الإنسان في كبرياءه، وأقول مش كبرياءه بس، لكن في سفر المزامير يقول عنه وفي فساده، يقول في مزمور 52 يقول هو ذا الإنسان، يطلع ايه الانسان ده؟ هو ذا الانسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثره غناه واعتز بفساده. يعني اعتز ان هو فاسد، قال لك احنا بنعمل حاجات غلط واحنا مبسوطين بالغلط وننادي بالغلط، واعتز بفساده. مش بيعتز ان ربنا هو حصنه، يقول كده هو ذا الانسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثره غناه واعتز بفساده. لما بتيجي واحدة تحكي عن مشكلة في الزواج، أنا غير متزوج، ومرة واحدة بتقول لي عشان أنت مش متجوز فأنت مش حاسس بالألام اللي احنا حاسين بيه. يا عزيزي أنا أشعر بألمكم تماما، لأني مستمع جيد وأشارك الناس في عواطفها ومشاعرها. أنا أشعر بكم جيدا لأجل أن أنا أسمع كثيرا، ومش باللي يسمع ويطنش، لكن بيسمع وبيحاول يجد وسيلة للحلول، ما أكثر السامعين فقط. الرسول بولس لم يكن متزوجا، المسيح لم يكن متزوجا، وإلي لم يكن متزوجا، وكثيرين لم يكن متزوجين، لكنهم أشاروا من قريبا بعيد عن الزواج أهميته. فمش لازم أكون متجوز عشان أفهم الموضوع، ويقينا أنا خرجت من بيت، أكيد أبوي وأمي متجوزين، يعني عشت ببيت. لكن يا أحبة ما أراه اليوم، أنا شاهد على عصر صعب جدا، عصر أسود، معلش عصر أسود لم نسمع عنه مطلق. في محاضرة موجودة تنزل قريب في تيرانوس، اسمه محاضرة سميتها بيت أسسه الرب الإله، كنت أتحدث
يعني عن طريقة الله كون بها البيت. أرجو أنه يعني أما تنزل المحاضرة بقاش تكرار لكلام، لكن بقول أنه الزواج أحبة هي معضلة كبيرة للبيت وللكنيسة ويقينا للدولة، والدولة تعاني الأمرين من الزواج. وإن كانت مبادرات السيد الرئيس مرات عشان الناس يبقى هاديين ناحية الزواج، فيقينا إنه في الكنيسة إحنا بنتعلم علوم كتيرة تخص أن الزواج مؤسس من الله بطريقة الله. دعوني عشان مش تكرار للكلام ما قبل الزواج. طبعا كلكم متجوزين واللي حصل حصل، صح؟ عشان نعرف نغير اللي حصل، اللي حصل ربنا يكون في عونكم. لكن خليني أتحدث إلى شباب قبل الزواج. حب الزواج يحتاج إلى صلاة من القلب، يحتاج إلى صلاة من القلب، يحتاج إلى ركب ساجدة. وإن كان الزواج مكرم في عينك فيقيناً إنه الموضوع مشروع كبير، مش موضوع إن أنا بدخل كلية ولا بعمل مشروع، لا، ده أصعب حاجة في الدنيا. ما أسهل أن شخص يرتبط بدير، بيعملوا له اختبارات ودخلوا الدير، أصعب حاجة هو الزواج. فيقيناً إنك محتاج مجهود أكتر من الرهبنة. الرهبنة سهلة لكن الزواج هو اللي صعب. فإن كان الموضوع صعب وأنا بصعبه عليك، بشكر ربنا النهاردة أنا بصعبه عليك كشاب، فيقين أنك محتاج تصلي. أما بتيجي أخت تحكي موضوع عن الزواج بتاعها وتقول أنا عايزة أتطلق، فأقول لها احكي لي من ساعة ما ارتبطته. 99% من اللي جم قعدوا قصادي عشان بيحكوا في مشاكل الزواج لم يصلوا من أجل الزواج، لم يصلوا من أجل الزواج، لم ترفع صلاة من أجل الزواج، كان الموضوع عادي. إيه جواز؟ شفت واحدة ونتجوز وخلص، عكوشة وابونا والعقد وخلصنا، هو ده. ما رأيكم أن الله عندما أراد أن يزوج آدم ابنه الأول، آدم يعتبر ابن لله، ابنه الأول، ماذا قال الكتاب؟ يقول أن الرب أحضر حواء، هو اللي أحضرها. يعني آدم ما يعني كان ربنا ممكن يخلق واحدة ويحطها في مكان وخلاص، لكن ربنا قال له أنا جايبها لك لغاية عندك. أيها الشاب لابد أن الله يحضر الخطيبة. ومش عجبك الكلام ده؟ أدي بنشوف مشاكل كثيرة جدا جدا. حدثني أحدهم الأسبوع ده، بشكر الله أني أما بحضر موضوع المقابلات تقريبا بتتكلم عن موضوع كأن الله يريد أمر، فبيقول لي أنا كنت بحب واحدة وعدت أصلي أنا وهي 4 سنين وبعدين اتخطبت، فبعاتب ربنا أقول له الصلاة والدموع اللي أنا صليتها دي لمين؟ ألا يوجد إله يشعر؟ فيش إله بيحس بيا؟ إلا أن خطبها ده قبل الجواز بيومين ثلاثة يفك يفكوا الخطوبة دي، وترجع البنت هو بيحكي لي بيعيط بيقول لي الدموع دي اللي قدام ربنا لم تسكب هباء، بل قال كما قال سفر المزامير احفظ دموعي في زقك، أليست هي مكتوبة في سفرك؟ قال له ده الدموع دي الله حفظها في الزق الإلهي، قال له دي محفوظة. أحب ما أسهل الزواج العام، العصفور والعصفورة بتجوزوا، لكن عشان نجوز 2 ونجعل هذا الزواج منه الشكل المسيحي أيقونة السماء، لابد إن الاثنين دول يكونوا عندهم انسكاب. كل اللي جم عندنا بالمشاكل يا أحبة لم يصلوا، وكأن الموضوع أصلا استحسان بشري، أنا بستحسن شريك الحياة ده وخلاص، واللي تختاره بعينك بس من غير رفع الصلاة يطلع عينك، اللي تختاره بعينك يطلع عينك. هكذا اختار يعقوب رحيل بعينه، ضيعت عينه هي وابنها يوسف، يقول ضعفت عيني يعقوب، إسرائيل عيني ضعفت بسبب
اللي اختارها بعينه، كأنها هي بيقول له العين دي تضعف. فالزواج يحتاج إلى صلاة، وده الأساس يا أحب. طب جرب كده تبقى عندك أمانة في الموضوع ده، بلاش الاستحسان البشري. طب ما على فكرة اللي قاعدين واللي جم يحكوا لي مشاكلهم كان عندهم استحسان بشري، طب إيه اللي حصل؟ الجواز ما تمش صح، أو تم وحصل لخبطة. بيقولون الكتاب المقدس عن أول جواز مرتب، جواز محترم، لأن الكبير الأسرة الراجل فاهم. يا بختك لما تشوف راجل كبير فاهم تتعامل معه، جده يبقى فاهم. عمل ايه جده ده؟ جده ابراهيم، ابونا ابراهيم في القديم، قال انا عايز اجوز ابني. طب اجوزه ازاي؟ قال جاب رئيس الخدم، قال له انت الرئيس بتاع المكان وانا كبرت في السن وعايز اجوز الواد. وخلي بالك قال لعازر، تملي اقول كده الناس الحلوين يأثروا. ابراهيم أثر في لعازر الدمشقي وجعلوا منه رجل صلاة. يوسف أثر في رئيس الخدم وجعل منه ايضا رجل صلاة، وكأن الشخص يرمي شخصيته على اللي قدام. ابونا ابراهيم رمى شخصيته على لعازر، فقال له انا عايز اجوز ابني، بس اياك من بنات حس، من بنات الكنعانيين. انا بختار لابني بس مش بختار امرأة شريرة، انا بختار بنت كويسة. قال له من اهلي، من الناس بتوعي. قال له طب اعمل ايه؟ قال له هات ايدك على فخذ هنا. قال له لو ما سمعتش الكلام كأنه لا اثمار لك، انا بحذرك، هدده. وبعدين قال عازر ده يقول له انت اديتني مسؤولية صعبة، يا ريتني قلت لي روح حارب، روح اعمل اي حاجة، روح اجيب لك عروسة. زي ساعات كتير مين يقول لي سيدنا ما تشوف لنا عروسة للواد ده ولا الشاب للبنت دي. تبقى عايزة ايه؟ عايزة صلاة، عايزة فقط استحسان بشري. ما اسهل تشوف اتنين كده، ويا ملعين لما تختار تختار خطأ. فالمهم ان ابونا ابراهيم في تكوين 24 يقول كده، ثم أخذ العبد 10 جمال من جمال مولاه، ومضى وجميع خيرات مولاه في يده، فقام وذهب إلى أرام النهرين إلى مدينة ناحور، وأناخ الجمال خارج المدينة عند بئر الماء وقت المساء وقت خروج المستقيات، وقال أيها الرب إله سيدي. عمل إيه ده؟ عايز أسمع منكم عمل إيه؟ صلى. وقال أيها الرب إله سيدي، يسر لي اليوم واصنع لطفا إلى سيدي إبراهيم، مش عشان خاطر، لكن عشان خاطر أبويا أو الرئيس بتاعي أو سيدي إبراهيم. أنا واقف بيقول له أنا واقف على العين، والست اللي تيجي وتزقيني وتزقي جمالي وبهي دي اللي يقول له كده، فليكن أن الفتاة التي أقول لها أميني جرتك لأشرف فتقول اشرب وأنا أسقي جمالك أيضا هي التي عينتها. خلي بالك من كلمة عينتها، يعني كأنها عارفين التعيين في الحكومة بيعملوا له أول انترفيو ولا في شركة، فبيقول له كأنها تعملت انترفيو وتعينت، أنت اخترتها، التي عينتها لإسحاق وبها أعلم أنك صنعت لطفا إلى سيدي. الإجابة ببساطة عن السؤال لماذا الجوازات الأيام دي فشلة، الإجابة إيه؟ الإجابة إيه؟ لأنه لا توجد صلاة، فقط استحسان بشري. الست دي تقول لابنها أنا شايفة واحدة في الكنيسة زي الفل، دي خادمة ما حصلتش. سيليا اللي اخترت بعينك، وشيلي اللي اخترته بعينيكم، لكن يقينا أن الزواج يحتاج إلى رفع القلب وقرع الصدر والسجود المتواتر وتكريس صوم وصلاة إن كان هناك أمانة في الموضوع. طب هل الزواج اللي فيه صلاة وصوم وكده ما فيهوش مشاكل؟ لا فيه مشاكل، ده مشاكل كتير قوي،
بس لأن الله في البيت، الله صاحب البيت، يحصل لهم مشاكل حتى بقاش عندهم مليم، ما عندهمش عشاء اليوم، لكن الله مدبر البيت لأنهم يستطيع الاثنين أن يرفع قلوبهم لله المدبر لكل ذي جسد. فبيقول ليكن الزواج مكرما. أرجوك اعتبروا أن هي دي أصعب قضية في العلوم اللي موجودة. بيقولوا أصعب علم موجود في جسم الإنسان هي جراحة المخ، لأنه لحظة تبوظ الجسم، يعني لو حاجة في بطنك ولا حاجة سهلة، لكن في المخ أي حاجة. فبيقولوا أصعب حاجة، أصعب من جراحة المخ يا أحبة الزواج. إن كنتم تؤمنون بهذا يقينا تتغير طرقكم وطرائتكم في الاختيار. أنا بكلمش عليكم، أنتوا خلاص اخترتوا، كلكم اللي قدامي خلاص، يعني مفيش فرصة للموضوع. أما بيقول يكن الزواج مكرما عند كل واحد، متى يكون الزواج غير مكرم؟ الناس اتجوزت، أصل الرسول بولس برضو كان عنده معضلات موجودة في أيامه. الناس اتجوزت، فأول حاجة يقول لك إحنا نطلق، وما نطلق نستريح. اليوم يا أحبة أفاجئكم أن الله عنده مشاعر، فهموا اللي بقوله ده، الله عنده مشاعر، ومشاعر دي رح عبر عنها وقال أنا بكره. ربنا بيقول أنا بكره. تكره إيه؟ أول مرة نسمع أن ربنا بيكره. إحنا عارفين أن ربنا بيعمل إيه؟ بيحب. قال لا، ده ربنا بيكره. تسمع النهاردة حاجة غريبة. أرجو أنه مدام بتحب ربنا جدا من قلبك، ياريت تعرف وتتعلم أنك تكره زيه. يقول في مزمور 139، ألا أبغض يا رب مبغضيك، ألا أمقت مقاوميك، بغضا تاما أبغضتهم. أنا بعمل زيك، أنا بعمل اللي أنت مشاعرك بتوصل لي. أنا فاكرين رسول بولس لما دخل مدينة في اليونان وبعدين يقول ايه حصل؟ انه انحصر، روحه انحصرت. فبيقول انا حصل لي تعب لما رأيت المدينة مليئة بالأوثان. هذه مشاعر الله وصلها لقلب رسول بولس. انا النهاردة حابب اوريكم مشاعر الله تجاه الطلاق. هرى نص طويل شوية في سفر ملاخي صاحب تاني، يقول كده في عدد 12، ملاخي 2 عدد 12، يقول يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا. مين ده؟ قال ربنا يقطعه. ايه ده؟ ايه المشاعر دي؟ يقول يقطع الرب الرجل الذي يفعل هذا، الساهر والمجيب من خيام يعقوب. على فكرة ده مين ده؟ دول اللاويين، اللاويين اللي جوه خيمة الاجتماع أو جوه الهيكل. يقول يقطع الرب الرجل الساهر والمجيب منين؟ من خيام يعقوب. وبعدين ومن يقرب تقدمه لرب الجنود. خلي بالك بيتكلم عن الكهنة والخدام اللي بيخدموا في الخيمة أو في الهيكل. وقد فعلتم هذا ثانية مغطين مذبح الرب بالدموع والبكاء والصراخ، فلا تراعى التقدمة بعد. ايه ده؟ بيقول ربنا بيقول للكهنة وبيقول للخدام انا مش قابل منكم اي تقدمة، التقدمة اللي انتوا بتقدموها دي كأنكم قربتوها الى وثن. ولا يقبل المرضي من يدكم، لو حاجة حتى كويسة انا مش قابلها. فقلتم لماذا؟ انت ليه مش قابل مننا؟ من اجل ان الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك التي انت غدرت بها. بيحصل ايه عند بعض المسيحيين؟ اول ما ربنا يبقى غلبان، شفت انا ناس كده، يبقى جاي عفوا بشبشب، وربنا فتح عليه وبقى عنده عمارات، وبعدين اول ما ربنا يغنيه اول حاجة يفكر يتجوز تاني. ايه ده يا عم ده؟ من أجل أن الرب هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك لما خدتها في شبابك.
التي أنت غدرت بها وهي قارينتك وامرأة عهدك. في بينكم مش عقد، ده في بينكم عهد، وهناك فرق بين عقد وعهد. العهد أحب بالدم. أفلم يفعل واحد وله بقية الروح؟ يعني إيه الآية دي؟ المفسرين تعبوا جدا في تفسيرها، تعبوا جدا، ونادر لما تلاقي حد بيفسر الكلمة دي. إيه معنى دي؟ بيقول ربنا عنده يقدر كان يطلع 5-6 حواء لأنه عنده بقية الروح. ألم يفعل واحد وله بقية الروح؟ ولماذا الواحد؟ قال ليه حصل إنه ربنا جايب واحد واحدة بس؟ يقول طالبا زرع الله، ربنا عايز إعمار المسكونة زي ما بيقولوا القديسين. فاحذروا لروحكم ولا يغدر أحد بامرأة شبابه. يلي ربنا فتح عليك اوعى تفكر اول حاجه تفكر فيها انك تغير مراتك، وكانه اول حاجه يقول لك لا انا اتجوز عليها بفلوسي، لانه يكره الطلاق. بيكره ايه؟ الطلاق. اما بتيجي اختي تقول لي طلقني اقول لها ايه؟ لانه يكره الطلاق. قال الرب إله إسرائيل، وأن يغطى أحد الظلم بثوبه، قال رب الجنود فاحذروا لروحكم لألا تغدروا، لأنه يكره الطلاق. إياك لحسن روحك تحصل لها نوع من الغدر، روحك تتأثر. كتير أوي أحب تحدثت كثيرا عن أخطاء الجسد والوصايا العملية ناحية الجسد، لكن قليل ما سمعت في عمري إن الروح تخطئ. من ضمن أخطاء الروح أن الروح تغدر، الروح يبقى عندها غدر. أبويا عاش مع أمي راح السماء أكتر من 50 سنة. طب والاثنين عاشوا؟ طب ما عاشوا يعني، ما حصلش حاجة. لكن اليوم يا أحبة لما يجي لي واحد عنده 70 سنة ومراته لسه عايشة يقول لي جوزني تاني، أصلا أنا مش قابل مراتي. لأنه يكره الطلاق. ليه؟ لأن للأسف خيبة كبيرة موجودة عند شباب اليوم. يقول لي طب لو حصل مشكلة بيننا وبين بعض نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ إحنا في البركة ولا قلتها؟ إحنا بنتكلم في بركة ارتباط ولا انفصال. ما هو الذي لا يكرم الزواج؟ يقول ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. إيه اللي ما بيكرموش؟ أول حاجة الطلاق، وده المسيح قاله، لأن موسى أذن لكم من أجل قساوة قلوبكم. وكأنه اللي عايز يطلق هو قاسي، شخص قاسي. هتقول لي أصل في حالات كتيرة. لا أتحدث عن استثناءات، لكن أتحدث عن جو عام موجود في الكنائس وفي المسيحية اليوم، وكأن الشيطان ركز علينا في البيوت المسيحية، عايز يخربها، عايز يخرب البيوت دي. وده دورنا احنا للأسف. من غير ما تزعلوا مني، انتوا في سنكم قاعد قدامي كبير، أرجوك يا أختي اللي سنك كبير اللي ابنك اتجوز، إياك تتدخلي في موضوع انفصال. إياك تقول له طلق، لأن الله يكره الطلاق. ليه؟ زمان اليهود كان يعملوا كده، يتلكك لمراته زمان. ده الكلام ده موجود في العهد القديم. مش عاجبه مراته، عملت أكل مش حلو، شكلها مش عاجب، يروح يلديها الكتاب طلاق. روح عند أبوكي، روح عند أمك. وده جاي من أي كلمة؟ إيه؟ أساوة القلب. شكرا من كل قلبي بقدم الشكر للأبهات
اللي صبروا على الحالات الزوجية ودوهم لمشورة أو غيره والاتنين رجعوا لبعض. بشكر ربنا من أجل كل الأبهات اللي عملوا كده. تخيل بقى الاتنين حصل لهم نوع من تظبيط دماغهم والاتنين رجعوا لبعض اللي كانوا فاتحين ملف وطلقوا. يبقى خلاص الموضوع محتاج شوية صبر. لكن لأنه أنتوا بتتفرجوا اليوم يا أحبة، ما أفسد يا أحبة العلاقات الزوجية من وجهة نظري في العصر ده الشيطان اللي بيتحكم في الميديا. يروح مدي فيلم أو مسلسل زي ما تفرجوا، أما واحدة تقعد 260 حلقة تتفرج على مسلسلات تركي وتلاقي فيه خيانات زوجية، ما تكمل هي كمان تتفرج عليه وتكمل الحكاية وتقول وماله ده التلفزيون بيقول. اليوم يا أحبة أقول لكم أنه في خجل شديد أن كتير من اللي أثر على دماغ الناس الميديا، مش عشان هو وحش أو هي وحشة. وده يخليني ما الذي يفسد الزواج ليس الطلاق فقط لكن الخيانة، الخيانة الزوجية. وما أسهل الخيانة الزوجية. زمان الناس عشان تخون كان الناس تستخبى وتروح مكان غلط وتدارى، دلوقتي الناس تجاهر بالخيانة. بحذر الإخوة والأخوات، لو معاك موبايل أو معاك موبايل وحضرتك بتروح تنام وانت بتخون مراتك بتطلع على اللي في الموبايل ده، وممكن بالموبايل اللي موجود ده بالشات ده بالحوار اللي مع تفتح الملف، ومرات اللي مسؤولين عن المجلس الإكليريكي شايفين ده وثيقة إثبات للخيانة. خلي بالك من موبايلك. لا أشجعك على الخيانة، الخيانة ليست حاجة يعني جميلة ولا مستحبة، لكن الخيانة أحب تكسر قلب ربنا. الله مش بيحب الخيانة. أصعب حاجة مشاعر صعبة جدا. أما ربنا قال لهم في العهد القديم لأنكم خنتموني يقول الرب، عملت خيانة، بحثتم عن آلهة غريبة وعبدتموها. خيانة بتخون. أصعب مشاعر. والسهولة اللي موجودة اليوم بتاعة الخيانة، سهولة الخيانة خلت الناس بتستمرئ الوضع وما فيش مشكلة. ميديا وسائل معاه تخليني ممكن أخون. عشان كده يقول سليمان الحكيم، بيقول في سفر الأمثال، موضوع تعب قلبي بصراحة وحاسس قد ايه بالجرم الحادث اليوم، جرم رهيب جدا يعني بصراحة حاجة محزنة للغاية. وأقول في خجل إنه أغلبية النسب اللي متقدمة المجلس الإكريريكي، أغلبية النسب في كل المجالس هو الخيانة، نسبة كبيرة من الملفات خيانة. وده يعني يخليني أنا الإحصاء دي تخليني قلبي وجعني. بيقول في سفر الأمثال صح السادس عدد 27، يا أختي اللي بتسمعيني وانت بتعملي خيانة، يا أخي اللي سمعني وانت بتعمل خيانة، يقول أيأخذ إنسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه؟ انت واخد نار وفكر ان دي بتلعب زي ما الناس بيقولك تلعب بالنار. هياخذ انسان نارا في حضنه ولا تحترق ثيابه، او يمشي انسان على الجمر ولا تكتوي رجلاه. هكذا من يدخل على امرأة صاحبه كل من يمسها لا يكون بريئا. ربنا اللي بيقول كل من يمسها لا يكون بريئا. خلي بالك من نفسك، خلي بالك من نفسك. كل من يمسها لا يكون بريئا. وراح قال لا يستخفون بالسارق،
شبهتها زمان للشباب، بقول له انت جعان، بس خلينا في الفطار، جعان وجنب محل بتاع الكباب والكفتة، ها انت جعان، وبعدين رحت جبت رغيف عيش ورحت خدت شوية كباب، والراجل شافك صاحب الكباب ده وقال ايه اللي بتعمله ده، يقول له يا بندم انا جعان، يا بي انا جعان، يقول له لا، يقول لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان. بيعمل ايه؟ يقول الكتاب انه وان وجد يرد 7 أضعاف ويعطي كل قنية بيته، اما الزاني بامرأة فهو عديم العقل، المهلك نفسه هو يفعلها، ضربا وخزيا يجد وعاره لا يمحى. لما حضرتك بتيجي المجلس الإكريكي وجوزك يقول إنك بتخونيه، شكلك إيه؟ أو شكلك إيه؟ ده أنا مش عايز أقول كلام يضايقك، لكن الرسول بولس يقول لا يفعلونها فقط بل يصرون بالذين يفعلون. مش بس هو بيعملها، ده بيشجع الناس. يحب في جروبات في اسكندرية بدون ذكر اسماء الجروبات، مطلقات يساعدن بعضهن على الانفصال لأنها منفصلة. وأقول لك نصيحة، وأقول لك نصيحة، لو جه واحد وقال لك طلق مراتك، اعرفوا أن الشيطان يتحدث. سمعتم عن فيلم قديم اسمه الشيطان يتكلم؟ الشيطان يتكلم، الشيطان يكلمك، هو الشيطان اللي بيكلمك مش واحدة، الشيطان يتحدث إليك يقول لك أما تسمع ده من فضلك اقفل على صاحبتك، اقفل على صاحبك، لأنه يقودك لمكان اسمه الله يكره هذا الأمر. نريد أن بيوتنا تكون أكثر هدوءا، بيوتنا فيها أداسة ليست فيها خيانة. ما يسمى كيف أهين الزواج بالطلاق بالخيانة، ممكن إهانة الزواج أيضا يحب بعدم الزواج والدخول في حاجات وحشة. بعض الطوائف دون ذكر الاسم الطائفة اتهموا الكنيسة القبطية إن هم بينفذوا حاجة في الكتاب المقدس، ودي سموها علامة الزمان الأخير. أنا هدافع عن الأمر من الكتاب المقدس. بيقول في تيموثاوس الأولى صح 4، يقول له كده ولكن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين، فرياء أقوال كاذبة موسومة ضمائرهم، مانعين عن الزواج. فراح واحد من الناس قال لك مانعين عن الزواج يعني الرهبنة غلط، انك تمنعه عن الزواج، وقال دي من الأرواح الشريرة. واحد كتب وقال انه كنيسة القبطية تدعو الى ما يسمى أرواح مضلة. الإجابة ببساطة، المسيح إلهنا كان من الرهبان، بولس الرسول كان من الرهبان، يقينا أنهم لم يكونوا تبع أرواح شريرة أو مضلة. لكن ما معنى مانعين عن الزواج؟ يا حبة لما واحد يقول أصلا أنا مش عايز أتجوز ليه؟ يقول لك أتحمل مسؤولية ليه؟ فأعيش بعيد عن الزواج في شكل علاقات آثمة، ودي اسمها أرواح مضلة. وده اليوم شايفينه، تلاقي واحد يقول لك أنا عايش بمزاجي، والتانية تقول أنا عايش بمزاجي. بتيجي واحدة تطلب مساعدة من الكنيسة وسايبة جوزها، وبعدين قول لها عايزة المساعدة ليه؟ تقول لها عيش لوحدي. طب وازاي لوحدك؟ طب اقعدي مع باباك أو مامتي. تقول لا عيش لوحدي، وتكتشف يا عزيزي إنها عايشة لوحدها لأجل أمور آثمة، مانعين عن شكل الزواج لأمور خاطئة، مانعين عن الزواج. وأيضا مانعين عن الزواج يقصد بها الارتباط بين ذكر وذكر وبين أنثى وأنثى، اللي قال عنها الرسول بولس في رومية 1 أن من أجل هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. يعني واحد يقول لك لا أنا مش هتجوز واحدة، راجل يقول أنا مش هتجوز واحدة، والبنت تقول أنا مش هتجوز راجل أنا هتجوز واحدة،
مانعين عن شكل الزواج، هو ده المعنى. لكن من قال أن الرهبانة إحنا منعنا عن الزواج؟ يا عزيزي ده الله أعطاه نعمة لا يأخذ هذه النعمة دي أو الموهبة من ذاته، بل كما أعطى الروح القدس لكل واحد. لدرجة المسيح قال أنه يوجد خصيان خصاهم الله من أجل ملكوت الله. لكن مين قال؟ لكن مانعين عن الزواج معناها إنه ناس مش يقدسوا شكل الزواج، لكن خدوا أشكال تانية بعيدا عن الزواج. ما الذي يهين الزواج؟ ربما كلمة مانعين عن الزواج. اعتبر ما قلت مقدمة وادخل في الموضوع، والوقت مر بي وتملي كده لكن خلينا ادخل في حاجات بسيطة. كيف يكرم الزواج؟ وصية وأمر إلهي ليكن الزواج مكرما عند كل واحد. أول حاجة إكرام الزواج ما يسمى ديمومته. يعني إيه ديمومته؟ يعني حضرتك كشاب أو شابة رايحين ترتبطوا إن إحنا إيه؟ مؤبد. عارف المؤبد؟ بيستغربوا ناس، أنا شفت ناس على فكرة بالهم مثلا 70 سنة متجوزين، ربنا يدي الصحة العمر، الناس مش بتموت دلوقتي بدري، فتلاقي واحد متجوز 20 سنة وهو عمره 90 سنة ومراته يعني أصغر منه شوية وقاعدين 70 سنة ولا حاجة، جواز حاجة جميلة جدا جدا. طبعا الرجالة بيموتوا بدري والستات قاعدين، بس يعني بيحصل جواز يعني فترة طويلة. يعني في سفر هوشع يقول أخطبك لنفسي إلى الأبد، وده اللي رد عليه الرسول بولس وقال هذا السر عظيم ولكن أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. فبيقول للمسيح، المسيح إلهنا وهو على الصليب كان بيعمل خطوبة. خطوبة، خلي بالك في سفر التكوين، لما تقرأ سفر التكوين عند ذبح إسحاق راح جاب سيرة العروسة اللي في الإسحاق. طب هو ماله ده إسحاق بتذبح؟ قال لا ده في واد بنت اسمها رفقة. طب هو ماله؟ قال لا عشان في اليوم المعين المسيح وهو معلق على الخشبة سيرتبط بالعروس اللي هي الكنيسة، وقدم مهر، وما أعظم المهر الذي قدمه حياته ودمه. فيقول أخطبك لنفسي إلى الأبد. والمسيح إلهنا لما بيحصل مننا خيانة ماذا يفعل؟ لأن بيننا وبينه عهد، أنا ممكن أخون العهد لكن هو لا يخون، فتبقى الارتباط إلى الأبد. أخطبك لنفسي إلى الأبد. ما نكرم به الزواج هو ديمومته. يلي متجوزين وسمعني وشايفني من فضلك كمل السكة. لما تيجي ساعات واحدة تكون عندها مشكلة كده ومش فاهمة الموضوع، أقول لها إيه؟ طب إيه رأيك نصلي أنا وإنتي وربنا ياخد جوزك، بعمل اختبار. فتقول لي لا 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 بلاش بلاش خليه قاعد. قلت لها طب نصلي ربنا، ما أنا بختبرها. فلاقيها بتحبه، طب نشكر الله. في واحدة بقول لها كده قالت لي طب نصلي. ديمومة الزواج يا أحبة، إكرام الزواج ديمومته. نعلن أن الله الذي بارك في عرس قانا الجليل. بقول عندي محاضرة موضوع تاني بيت أساسه إليه، وتحدثت عن عرس قانا الجليل، كيف أن الله في الزواج ابتدأ أول معجزة، وكأنه بقول الزواج بدايته معجزة. كيف نكرم الزواج؟ بقول يكن الزواج مكرما أولا بالحب الزيجي. يعني إيه بالحب الزيجي؟ رسول بولس بقول في رسالة كولوسي صح 3 يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم ولا تكونوا قصاطا عليهن. بلاش تبقى قاسي. في رجالة بيستخدموا عضلاتهم، ويقينا أن عضلات الراجل أقوى من المرأة. الله يعني جسمه عضلاته أقوى، بدليل أن الراجل بيحتمل مشقات كثيرة ويقدر يشيل حاجات تقدرش عليها الأخت. فبيقول لا تكون قساة عليهن. بلاش الأسوة. أسوة الرجل، بحذرك، قسوتك دي قدام مراتك بتجعل زوجتك تبحث عن ما يسمى الحبيبة،
اللي واحد قال لها كلام لطيف في الشغل وغيره، وتتذكروا مشاكل كثيرة بسبب أنه واحد قال لواحدة كلام حلو وجوزها ما بيقولش، تقول لي هو جوزها فاضي. يا عزيزي أنت دي مراتك، دي نور عينك، دي حتة منك، وفي المجلس وفي أي مكان وهي قاعدة قصادك تقول كده، يقول أن مجد الرجل المرأة، المرأة المتقية الرب تاج لبعلها، التاج بتاعه. فتخيل حضرتك عندك مش بتتكلم على التاج ولا الناس شايفين التاج، دي مشكلتك بقى. كيف نكرم الزواج لا نكون قصا؟ كيف نكرم الزواج يا أحبة؟ أنا بكلم الراجل، إنك تعلم إن الزوجة مش بطلة قوي. يعني مش بطلة قوي؟ ساعات الراجل يفتكر إن الزوجة راجل، لا مش بطلة قوي. معلش ليه؟ بتطمس من أقل كلمة، من أي تصرف حضرتك بتعمل أنت كراجل مش واخد بالك، فاكر اللي قدامك ده راجل، لكن لا هي أخت. كتاب قال عنها، اللي كتب الكلام ده الرسول بطرس. الرسول بطرس متزوج، فدي خبرة من الوحي وخبرة من الزواج، والاتنين عملوا لنا حاجة كويس. فأرجوك أنك تسمع لرسول متزوج، يقول كذلكم أيها الرجال كونوا ساكنين بحسب الفطنة. خليك حكيم وانت مع مراتك، مع الإناء النساء كالأضعف. خلي بالك من كلمة دي لأنها دقيقة، مع الإناء النساء كالأضعف معطين إيهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة. يعني إيه إنك ساكن بفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف؟ طب ليه سماها الأضعف؟ قال عشان في واحد ضعيف، في ضعيف وفي أضعف. مين هو الضعيف؟ الراجل. برضو الراجل ضعيف، بس الست مالها؟ أضعف. أما تتعامل مع الست خلي بالك إنها إناء، إناء أضعف. هش، يتقمص بسرعة، تخرجوا مشوار ترجعوا منه مبوزة. إيه اللي مبوزة دي؟ ها؟ ليه زعلت؟ لأنها كالإناء النسائي الأضعف، الأضعف. تقول لك أنت طنشتني، أنت ما كنتش عارف. دخلة في، وما أكثر كلام الأخوات. فمحتاجة فطنة، محتاجة الراجل، ربنا يدي للرجالة حكمة. شفتوا صعوبة الزواج؟ ساكنين بحسب الفطنة، عالمين أن النساء كالإناء الأضعف، ضعيف جدا جدا، هش وسهل الكسر، وما يكسر يتعبك أنت. نكرم الزواج بهذه الطريقة من الرجل، ونكرم الزواج أيضا عندما المرأة نفسها هي نفسها تعيش صح. يقول كده، كذلكن أيتها النساء كنا، ده بطرس الرسول العظيم ده متزوج، كنا خاضعات لرجالكن. نكرم الزواج ازاي؟ انك تقولي حاضر نعم. على فكرة العند والتمرد يخلي الراجل نار من جوه قلبه، بيقول لك يلا ننزل، تقول له لا 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 مش نازلين النهار، نكدت انت، طب ما تخليكي خاضعة. ده المسيح إلهنا، مسيح إلهنا يتقال عنه في طفولته كان خاضعا ليوسف النجار وأمنا القديسة العذراء مريم، كان خاضعا لهما. فقولي له حاضر اللي انت عايزه ما دام مش خطية. حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف. وكأنه بيقول يا جماعة لما تبقي أنت حلوة، وأقول كلام حلو للأخوات، لما تبقي أنت حلوة كويسة تقية بتحب ربنا من قلبك، وجوزك ده رئيس عصابة، يقينا أنه الراجل ده يربح. فكركم بسيرة قديسة التقية اللي اسمها أم عبد السيد،
جوزها كان بيضربها بالجريدة، كان بيحط رأسها في الفرن، تخيلوا بتخبز تحط رأسها في الفرن. ويعني نكاية فيها عارفين عمل ايه؟ اتجوز عليها. والست تقول ده طيب ده غلبان، الست غلبانة أم عبد السيد دي. حصل ايه؟ في مرة من مرات الراجل داعيه وقالت له اعتقده هو شرير، واعتقده هو وحش، واعتقده خلهولي. ما الست الأولانية رمته، وهي اللي استقبلته. هتقول لي احنا مش قديسات، اقول لك لا، الراجل ده نفسه تغير وبيقريب لربنا بسيرة أم عبد السيد. هذا الزوج القاسي، أن الرجال يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، ملاحظين سيرتكن الحسنة. بلاحظوا سيرتكم أما تبقي تقية، وكأن صمام الأمان للبيت أن توجد زوجة تقية تحب ربنا، هي اللي بتحفظ البيت. على فكرة لو ده موجود مش هيجينا في المجلس الإكليريكي أي شكوى، أي شكوى. عشان كده يقول عنها في سفر الأمثال كيف يكرم الزواج، أمثال 31، سمعت من واحد من الشباب يقول لي امرأة فاضلها فاضلة من يجد، فقال لي ما فيش واحدة فاضلة. قلت له على فكرة والرجل الأمين من يجده، برضو في سفر الأمثال. ما فيش واحدة كويسة، طب كمان والرجل الأمين من يجده. بيقول في سفر الأمثال الإصحاح 31 يتحدث عن المرأة الفاضلة، وأنا يعني عندي رجاء ويقين إنه القاعدين قصادي ربما عندهم بعض الصفات اللي موجودة. بيقول في أمثال 31 عدد 26 يقول تفتح فمها بالحكمة، خليك حكيمة لكي تكرم الزواج، تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف. يعني ايه سنة المعروف؟ يعني اما تيجي تتكلم تتكلم بنوع من شريعة المعروف، كأنها تزدي معروف لي والأهل والأولاد وكل حاجة. يا سلام يا سلام على الزوجة دي، نفسي أشوف أنكم أنتوا اللي موجودين قصادي، مش واحدة لسانها. في حاجة موجودة في بعض البيوت عندنا في اسكندرية أن الأخوات صوتها بقي عالي شوية، صوتها بقي عالي. تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المعروف، تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل. قال لي شاب، قال لي يعني أنا عايز أفتح ملف. بقول له ليه؟ قال لي ولا بتعمل لي أكل ولا بتنظف البيت وبيتنا عفش. ليه؟ بتقعد قدام التلفزيون سهرانة للصبح. تراقب طرق أهل بيتها ولا تأكل خبز الكسل، تصحى بدري تعمل شغلها وجوزها يبقى نايم وتعمل شغلها. يا سلام، إنني أنحني يا إخوة وأخوات قدام الأمهات الصالحات اللي عملوا كده. قبل ما العيال تصحى لا صحية بدري وتعمل وتشتغل، لا تأخذ لا تأكل خبز الكسل. يقوم أولادها ويطوبونها وزوجها أيضا يمدحها. إيه رأيكم في إكرام الزواج؟ في إكرام الزواج. قال القديس يوحنا ذهبي الفم إن الزواج مدرسة للنمو في المسيح. يعني إيه مدرسة للنمو في المسيح؟ يعني عايز تكبر وتبقى قريب من ربنا اتجوز. لما تبقى بطولك مين يعلمك؟ مراتك تعلمك، ما حدش يعلمه لك صدقني، تعلمك الاحتمال. تتعلمها فين دي؟ في الشغل لو انت مدير انت بتدي اوامر، لكن تتعلم مستني لما تخلص. هي كوافير متخلص، لما يجي واحد بيقول لي مرة، بقول لمراتي احنا عندنا ميعاد الساعة 8 فخلصت على الساعة 9، فبعد كده يقول لها عندنا ميعاد الساعة كام؟ 6، عشان عارف الساعة 8 تكون خلصت اللي هي عايزاه. يا حبة، الزواج مدرسة، صدقوني مدرسة، مدرسة انك تبقى طيب وحنين
من غير ما تتخضوا، لما بنصلي إحنا كرهبان أو متبتلين ونصلي في قداس وفي أطفال، عارفين مين بيحتمل صوت الأطفال؟ المتزوجين. الكاهن المتزوج هو اللي بيحتمل صوت الأطفال. بيقول ليه؟ متعود إنه عنده أولاد في البيت وأوقوا، لكن اللي زينا يقول لك لا مش عايز صوت، مش عايز صوت. فالمدرسة قال القديس إن هي إن وسيلة لنموك الروح تنمو في المسيح. الزواج أحب بقول وسيلة لاكتشاف نفسك، تكتشف ضعفاتك، مقياس صدقوني. ويا ناس كأنك تخلص من خلال الزواج، وسيلة لخلاصك، تخلص وتنجو من الحياة، هذه الحياة الشريرة، إلى الحياة الأبدية، بس في إطار الزواج تخلص. صدقني صدقني كراجل مراتك تعلمك حاجات كويس، وجوزك يعلمك حاجات كويس. الزواج أمانة للطرف الآخر، وهذه الأمانة مؤبدة. ليه؟ يقول الكتاب عن الزواج المكرم: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير دنس، أما العاهرون والزنات فسيدينهم الله. يعني أي خلل في الأمانة الزوجية الله سيدين اللي بيعمل كده. كان بودي أكلمكم عن حاجات كتير في هذا الأمر، بس بحذر. خليك أمين للطرف الآخر اللي في حياتك، شريك الحياة. بقول للراجل اللي مسافر اللي بعيد عن مراته: من فضلك خليك أمين، وانت كمان خليك أمينة. يا من في الظلام وحدقة الليل، زي ما قال سفر الأمثال، بيحصل نوع من حاجات شريرة، خليك أمين، مش هتستفيد من عدم أمانتك. مش معقولة يبقى طرف أمين وطرف خاين. فإكرام الزواج، بقول دي وسيلة إنك تبقى أمين للطرف الآخر، إنك تبقى من كل قلبك بتحبه وأمين لي حتى إن هو عمل حاجات غلط. هقول حاجة تحذيرية وأختم بيها عشان وقت، أنا اتأخرت عليكم. أمثال 6 يقول كده، عدد 6:32 وعدد 26، يقول لأنه بسبب امرأة زانية. أما بيقول أما العاهرون والزناة فسيدينهم الله، لأنه بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. يعني إيه الكلام؟ يعني ببساطة شديدة، لما حضرتك تمشي في سكة خيانة وعدم أمانة أنت بتشحت. هقول لكم حاجات غريبة موجودة في هذه الأيام. في ناس كتير عملت مشاريع وربنا اداها، لكن بيجوا دلوقتي يستعطفوا الكنيسة ومد ايديهم، وما تسأل على السبب تلاقي السبب ان الشخص مش امين، مش امين. وبسبب امرأة زانية، هذا قانون الهي لكل البشر، ملهاش دعوة بالمسيحيين، هذا قانون لكل البشر. وانا رأيتهم بعيني، كانوا كبار وعندهم مليارات، واليوم لهم شحاتين يقفوا على ابواب الكنائس عشان يستعطوا، وكانوا قبلا عندهم ملايين. بسبب امرأة زانية يفتقر المرء إلى رغيف خبز، وامرأة رجل آخر تقتنس النفس الكريمة. عشان كده بحذر الناس: أما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. هقول لك كلمة أصعب من كده. تعلمون أن كلمة منتقم لا تأتي خالص مطلقا في العهد الجديد، لكن جاءت عندما كان شخص يتطاول ويطمع على أخيه. يقول في رسالة تسالونيكي: لا يتطاول أحد على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم من هذه الأمور كما سبقت وكتبت إليكم. يعني ربنا بينتقم. ركزوا في اللي أنا بقوله دوة، حتى لو السن كبر الله في هذا الأمر ما مش فوته أبدا، ممكن يفوت كل حاجة إلا الأمر ده. لا يتطاول أحد
ويطمع على أخيه في هذا الأمر، لأن الرب منتقم من هذه الأمور. الله بينتقم بنفسه. وتقول لي ليه بيعمل كده؟ كي يحافظ الله على شكل الزواج ولربنا المجد في كنيسته. آمين. اللهم اجعلنا مستحقين. نصلي بشكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاف نعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا مذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. حبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، شركة موهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام. سلام الرب مع جميعكم.